مراسلتنا إلى قيصر سيما نعنا صارت معنا بالاستديو. صباح الخير سيما، كيف صباح النور؟ أهلا وسهلا، سلامتك. الله يسلمكم يا رب، شكرا لكم. هلا بيقولوا اللي سمع غير اللي شاف، أنت كنتي هناك وشفتي، حكينا عن مشاهداتك، كيف الوضع؟ يعني بصراحة الوضع هناك كتير مأساوي، يعني حتى أكتر ما بتشوفوه أنتوا على التلفزيون أو حتى من خلال الستوريات أو الفيديوهات بتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، الوضع سيء جدا، في كمية خراب، في كمية أذى وضرر لا توصف، سواء كان يعني محلات مكسرة أو محروقة أو سيارات مكسرة. يعني بتروح لهنيك في متر مجمع حاطين فيه السيارات المتضررة، يعني تقريبا 300 وشوي سيارة، 300 سيارة ايه، فمتضررة، يعني تحس كأنه أنت كان في حرب وجمعوا هاي السيارات وحطوها. يعني أنت هذا المبلغ إذا حسبت متوسط مبلغ السيارات المتضررة على 400,000، أنت هون عم تحكي عن مبلغ كتير كبير تعويض، يعني الناس خايفة لما يتم تعويضها. المحلات المكسرة بحي واحد ولا بأكثر من حي؟ هلا هن السوريين متركزين هناك، يعني حسب ما فتلنا وتواصلنا مع جهات تركية أو حتى سورية، متركزين بثلاث مناطق أساسية، وكانت الهجمات بثلاث مناطق أساسية بكتر فيها السوريين، فيها محلات مطاعم. بتعرف السوريين أكثرهم يعني عندهم شغل، إذا ما كان مشتغل عامل عنده صاحب محل يعني. ومن خلال لقائنا معهم، يعني هدول الأشخاص المتضررين، يعني قال لي أنه أنا كلهم يقولوا لي نحن بلشنا من الصفر أو حتى من تحت الصفر. أكيد يعني أكيد. ما إنه والله جاب مصاري من سوريا وكذا، تعب يعني ليس على كل قرش عمله، ومحروق قلبهم. يعني في زلمة عمره شي 65 سنة احترقت سيارته، يمكن شفتوا الفيديو تبعه تبع السيارة اللي انحرقت ولا كذا، شقة عمري يعني كان له 8 اشهر شارين السيارة، وهو عنده شقفة بمحل، يعني تخيل بيع خضرة، فبلشوا يترزقوا عليها، صار يبكي الزلمة، يعني مقهور. تعرف شو معناته الرجال، زلمة كبير يبكي، أهر يعني أيوه. حتى ارتفع ضغطه، يعني أنا خفت عليه صار له شيء، يعني قلت له بس طول بالك، يعني بس روق، يعني بتحط حالك محله، يعني بتحس محل أبوك، موقف جدا يعني جدا صعب، يعني ظلم، يعني ما في أي شيء تاني يقدر يحسه البني آدم هنيك بالشيء اللي صار معه غير أنه مظلوم، وما في أي شيء سوى. يعني لو بتكوني عاملة مثلا فعل معين تقولي هذا رد فعل على الشيء اللي سويت، يمكن هذا الشيء يواسي الناس الموجودة هني. سيما، الخوف اليوم مع باقي السوريين يمكن اللي ما صار معهم تضرر، كيف بالترجمية؟ لسه مسكرين محلاتهم، قاعدين ببيوتهم، في ناس لا طلعت تواجه، في أتراك اليوم واست شوي من السوريين، حسستهم أنه بأمان. وضع الخوف اليوم بالمجمل، يعني اليوم في حالة خوف كتير كبيرة بقيصر، يعني مو بس بقيصر، فيك تقولي بجميع الولايات التركية اللي طبعا فيها سوريين حالة خوف كبيرة، وتحديدا بقيصري أكثر الأشخاص. طبعا في أشخاص عم يطلعوا مضطرين، عندهم عيال بدهم يجيبوا مستلزماتهم، بس بشكل عام الأكثرية ملتزمين البيوت، وبالتالي في هناك جهات يعني التطوعية سواء كانت سورية أو تركية أو حتى الجيران نفسهم. يعني التقيت أنا مع مجموعة بسمون إصناف، يعني هدول تجار محلات الصغيرة بيحاولوا، أو الجيران إنه يجيبوا حليب، يجيبوا خبز، يجيبوا شغلات رئيسية. في أشخاص بيجمعوا خبز بيدوروا على البيوت السوريين، أو حتى بيلتقوا في نقطة معينة تكون سهلة الوصول ليروحوا ياخدوا. بس طبعا هذا ما بيكفي، يعني بالنهاية هذا الشخص اللي خاصة إذا كان هو عامل أو بيشتغل بيومية أو حتى بشهرية، يعني هذا بيعيش على قوت يومه، يعني تمام. إذا ما اشتغل رح ينكسر، إذا ما اشتغل كيف؟ يعني مثل ما سمعتي بالتقرير قال لك عم ندفع من جيوبنا، ولأيمتى هذا الوضع يستمر؟ يعني أنت اليوم عندك بقيصري يعني غرفة الصناعة والتجارة وحتى غرفة النسيج والجلود عندهم ضرر كتير كبير، وقف المنطقة الصناعية بقيصري لأنه بتعتمد بشكل كتير كبير على العمال السوريين. يعني العمال السوريين اللي يعني اضطروا يروحوا يعني ليسعوا وراء رزقهم وما قعدوا في البيوت، صاروا يطلعوا في باصات بتوصلهم على الشغل، بتعرفي بيوصلوا العمال على الشغل بسيارات. في منهم طبعا مو الكل، يعني مشان ما يكون في تعميم، في منهم صار يوقفوا هاي باصات العمال مشان ينزلوا منها السوريين، يجوا الأتراك الموجودين بالباص يقولوا لهم لا نحن ما معنا سوريين، نحن كلاتنا أتراك، مشان يحمون. فأنت تخيلي حالة الخوف، يعني بدك تروحي تسعي ورا رزقك وما لك عارفانة شو رح يصير معك. تماما. الأولاد خايفانين، النسوان خايفانين، أنت عم تحكي عن ناس ضعاف، ما يعني ما عندهم قدرة يحموا حالهم، يعني شو بده يساوي؟ إذا أنت شخصين ممكن تحسن تدافع عن حالك، تدافع عن مرتك، عن أولادك، بس أنت عم تحكي عن جماعات كبيرة. والفكرة أنه أكتريتهم يعني أعمارهم تتراوح ما بين 14 للعشرين، يعني شباب صغار، يعني
تحسي انه حتى صعب تناقشيهم يعني دول بهذا العمر تسييسهم كمان سهل او او توجيههم او او اقناعهم بفكره خطا كثير امر كثير سهل. طب ليش ايش معنى قيصري؟ يعني عم تقولي انه وصلوا لحتى انه يوقفوا الباصات وينزلوا منا السوريين، ليش هذا الاحتقان؟ ليش هذا الكره كله؟ هلا موجه العنصريه هي ما شيء وليد اليوم، يعني هو موجود صار في حاله عامه بجميع تركيا، هي عم تتغذى صار لها سنوات، صار لها سنوات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. كثير سهل انه انت تحرك اشخاص. انت قصه قيصر بتعرف بعد القصه اللي قالوا حادثه التحرش اللي لحد الان مو معروف اذا صحيحه او غير صحيحه، موجوده او لا تماما، لانه لليوم ما معروف جنس يعني البنت او تماما يعني يعني من خلال لقاءاتنا مع الأشخاص إنه هذا بيكون قريبة أساساً. يعني وحتى لو كان هذا الشيء صحيح ما بيبرر الهجوم على السوريين العنصري. في قانون يعني طبعاً في قانون، وحتى نحن التقينا هناك مع يعني مع مسؤول أمني هناك قالنا نحن لحد الآن يعني ما لنا متأكدين إنه هذا الشيء صار عن جد أو لا، وفي الأمن نفسه عنده حالة توتر. يعني لما نحن كنا هناك صار في مثل مشاحنة مع أتراك، كنا عم نصور مع عائلة سورية متضررة، فبلشوا الجيران وأهل المنطقة يتجمعوا علينا وهجموا علينا، يعني حاولوا يمنعونا من التصوير وكانوا بدهم يضربونا ويكسروا الكاميرات، إنه ليش نحن عم نصور مع السوريين؟ يعني قلت لهم لأنه متضررين، فنحن مثل عم نرصد الأضرار عم نشوف وضعهم كيف كذا. قالوا لنا هن مستاهلوا، بيستاهلوا اللي عم بيصير فيهم، انه هن ما بدفعوا ضرائب ما كذا. فهون صار احتد النقاش وصار في نقاش على هيك وعلى هيك وكذا، وهون في دولة قانون طبعاً. وهون مدري شو. طبعا في جار تركي كمان عنده محل اجى صار يدافع عن السوري، يعني طبعا لا يخلو الامر، في واحد صار يدافع عنه. هذا الحكي ما اخذ غير كم دقيقه، خلال اقل من 5 دقائق بلشت تجي الشرطه وجيجان الامن. يعني خلال يعني لبين 10 دقائق كانت المنطقه كلها محاوطه من رجال امن، شرطه، بيكتشي، يونس، جمعوا ليشوفوا شو المشكله. وطبعا اخذونا، يعني في عندهم حاله خوف الامن انه يصير تتكرر هي المشاكل. يعني عم بيحاولوا يكون في ضبط. أقول لك خلال أقل من 5 دقائق بدون ما حتى يحكي الشرطة كانوا هن الموجودين. يعني كان الاعتداء بس لفظي سيما ولا لا كان في شيء جسدي؟ جسدي ما صار، بس كان في محاولات تقرب أكثر، إنه مثل عم بيهددك إنه بده يضربك، عم بيجي اللي عندك بيقرب. في واحد تاني مثلا شال سكينة من جيبه صار يلعب فيها مثل عم بهددني إنه إذا ما بتروحي من هون بعمل لك. يعني ما فيك تعرفي، ما صار شيء جسدي بس كان في محاولات. هلا في سؤال بيطرح نفسه، إنه مثل ما ذكرت يعني خلال دقائق عادة الشرطة أو باختلاف يعني تسميات الأمن أنه بيتواجدوا بالمكان إذا في مشكلة أو شيء. وصل الموضوع لحرق وضرب واعتداءات بهي الضخامة، طب وين كان الأمن بهذا الوقت؟ ليش تأخروا لإجوا؟ هلا نحن سألناهم هذا السؤال لما كنت عم بحكي أنا مع المسؤول الأمني. هنا ما كانوا متوقعين يصير هجمات بهذا الحجم، على حكيهم هنا أنه ما كانوا متوقعين هيك يصير. وقوات الأمن الموجودة بقيصري ما عندها قدرة تغطي هذا العدد من الهجمات، يعني كان أعداد كتير كبيرة، جروبات كبيرة انتشروا بعدة مناطق، فما حسنوا هنن يضبطوا الوضع يعني حسب ما قالوا لنا. طبعا طبعا في كتير أشخاص غير مقتنعين بهذا الحكي، إنه ليش وقفوا؟ يعني استمر الهجوم 5 ساعات تقريبا من 8 أو 9 المساء للثلاثة الصبح، إنه فلذلك قوات الأمن استخدمت قوات من مدن أو ولايات مجاورة لتعزيز هذا الشيء. هذا ممكن يكون ساعد أنه خفت هاي الحدة، لأنه يعني استمرت تقريبا 3 أيام وبعدين وقفت. يعني صار في هجمات فردية على سيارة، على بيت، صار في حادثة طعن كمان. يعني حتى نحن خلال يعني وجودنا في المدينة أثناء ما عم نصور، نحن انتقلنا من منطقة لمنطقة أو محل لمحل، يعني طبعا ملك الهيك في أشخاص صاروا يهددونا بشكل لفظي انه انتم عم بتصوروا معه بس نحن رح نرجع نهجم عليهم مره ثانيه، او من الشبابيك يطلعوا علينا ويبهدلونا او يصورونا على اساس عم يهددونا وهيك. بالمقابل انا احكي مع تجار في المنطقه يعني مجاورين للسوريين، في منهم هن حاولوا يحموا السوريين، يقول لهم هذا محلي، هي سيارتي، هذا بيتي، لا تقربوا. يعني حاولوا، يعني للأمانة كان في أشخاص هيك وفي أشخاص هيك، بس في أساسا في حالة احتقان كتير كبيرة أكيد. وتوجيهها سهل. في معلومات عن اللي تم اعتقالهم اللي قاموا بالانتهاكات أنه اليوم بعدهم متواجدين تحت السلطة الأمنية، ما تم الإفراج عنهم؟
هلا عمليات الاعتقال بقيصري لحالها حسب تصريحات الاخيره لهم هي تقريبا 850 شخص، تحفظوا منهم فقط على قرابه 100-130 يعني من بين هال 800 شخص. هدول ازال اكبر يعني ولا هدول تحفظوا عليهم شكلهم انه عندهم سوابق؟ لا، اللي عندهم سوابق انه تقريبا 400 شخص بس انه كان في حجه قانونيه لاعتقالهم، يعني انهم اعتقلوا ولكن التحفظ او انه احتفظوا فيه في المخفر او في النظاره هن يعني جزء بسيط جدا. الاشخاص مثل ما بتعرفوا يعني ذكرنا بالتقرير عندهم سوابق كثير، يعني بكل شو بخطر على بالك سوابق موجوده، فيعني من هون انت بتعرف انه الاشخاص تسييسهم كثير سهل. انه شخص عنده سوابق يعني عدم مؤاخذه، انسان عنده رزق، عنده شغل، عنده كذا، حتى لو كان عنصري فلنفترض ما له فاضي يدخل بهيك مع معه لانه بده يحافظ على رزقه، يعني ممكن يكرهك بس ما يفكر يأذيك. يعني نتوصل لمرحله الاذى هي شيء فوق العنصريه، يعني العنصريه لها انواع فيك تقولي، وهذا اللي صار تحسه موجه مقصود. يعني انا التقيت مع هناك مع احد المنظمات هو كمان من قيصر، تركي من قيصري، قال لي انه انا شفت بايدهم لهدول الشباب ورقه مكتوب فيها انه بهي الحاره بالشارع الفلاني بالرقم الفلاني في مقيم سوري، هون في محل سوري، هون في سياره سوريه، يعني هن عاطين بيانات سوريين موجهين انه هدول الاشخاص موجودين هون، يعني مو رايحين على العماها، هن عارفين وين رايحين. يعني تم تجميعهم بسيارات، يعني بالبدايه صاروا يجوا بسيارات سوزوكي او سيارات بيك اب او حتى سيارات يتجمعوا يروحوا لهنيك، ما انه فجاه طلعوا من بيوتهم. كان في شيء منظم؟ ايه، فانت مثلا اذا كان بالحاره اذا في واحد ازعر او في حدا او شخص محتقن لما بشوف هاي الجماعه ممكن يتشجعوا ينزل معهم، فهون كبرت الاعداد وصار ضبطهم صعب. يعني للامانه نحن وقت اللي نزلنا على قيصري بتعرفي صار لها القصه كذا يوم لحتى نحسن ندخل، يعني احنا يمكن كان اول تلفزيون عربي حسن يدخل على قيصري. كانت بصراحه على مسؤوليتنا الشخصيه، يعني نحن كنا عارفين نحن رايحين على شيء مجهول وفي خطوره، يعني كان في خطوره حقيقيه وشفنا هذا الشيء بام عيننا. لذلك حتى يعني كان في نقاش كبير بالاداره مع انه نروح ولا ما نروح، فكانت هي مسؤوليتنا الشخصيه انا ومحمد كريمش زميلنا ما حسن يكون معنا اليوم، رحنا مسؤوليتنا الشخصيه وكان في خطوره وبالفعل يعني شفنا هذا بام عيننا، بس كان لابد انه نروح ونشوف. هاي الروحه صحيح نحن ما حسنا نصور مع الجميع، صورنا مع بعض الأشخاص حسستهم بالأمان لبعض الأشخاص، بسطوا حسنا في حدا عم بيسمع صوتهم، عرفتي كيف؟ فهذا شان كان كتير شيء مهم. يعني نحن حالتنا النفسية تأذت كتير، تأذينا نفسيا من اللي شفناه فقط، فما بالك إذا كنت أنت صاحبة رزا وإذا أنت المتضررة بشكل مباشر، يعني أو لسه موجودين وخايفين من المجهول شو ممكن يصير بعدين. كمية الكره كانت غير طبيعية فعلا الفيديوهات. هلا بنتمنى انه فعلا تم تعويض هذول الناس، بس هلا الردع اهم في خطوات لهذا التعويض. صحيح. في هلا شيء عميل عمل. الاشخاص اللي التقينا معهم كلهم تواصلت معهم جهات رسميه لمعاينه الاضرار، يعني حجمها وكذا، بس ما في خطه واضحه لسه انه كيف راح يتم التعويض، قديش نسبه التعويض راح تكون، امتى راح تكون، لانه انت عم تحكي عن مبالغ كثير كبيره، يعني بين سيارات وبيوت ومحلات. فالتعويض لسه مو معروف قديش، وهذا الشيء بخوفهم اكثر. يعني انا لك انا بدي افتح محلي ما معي مصاري رجع صلحه، واساسا اذا صلحته بخاف يكسروا لي مره ثانيه، فما عندهم تضمين انه اساسا انه ما راح يصير هذا الشيء يتكرر، وما في عنده قدرة، فهذا الشيء رح يأثر كتير بشكل كبير عليهم. وفي نقطة تانية كمان مهمة، يعني خلال وجودنا هناك بهالكم يوم في أشخاص بلشوا سوريين يحاولوا أصحاب البيوت يطالعوهم من بيوتهم، يعني إنه خوفاً إنه يجي يهجموا عليهم لأن في بيت سوري أزل البيت تماماً. فهي كمان مسألة تانية لسه مع موضوع الإخلاء، يعني للأسف من كل الجهات عم بتكون، إن كان ضرر بالرزق أو حتى بالأمان والسكن، مثل ما شفنا كمان أحراق المنزل، يعني هاي كارثة بالنسبة للكفيف اللي صارت. بدنا نشكرك سيما، وتحية لمحمد أكيد، يعني هاي جرأة إنه اليوم توصلوا وتحكوا مع هاي الناس ويكون على مسؤوليتكم شخصية. الحمد لله على سلامتكم مرة ثانية، شكرا لوجودك معنا بصباح. شكرا سيما. سوريا. شكرا لك.